بعد ما استخدمنا هذه المتماثلة الرياضية هذه divergence scalar في vector تساوي لي الفكتر مضروب في gradient للscalar زائد الscalar مضروبة في divergence الفكتر. هذه قلنا نسوي مناقلة، احنا نحتاج هذه الكمية، فهذا الحد راح ينقل للطرف الأيسر، فراح تكون عندنا هذه، راح تصير عندنا هذه الطريق هذه المعادلة بهالطريقة، فراح نقدر نستبدل هذه الكمية دايفرجنس دي بالكميتين اللي هي دايفرجنس السكيلر في الفكتر ناقص الفكتر مضروب في الجريدينت أو انحدار الجهد. هنا راح يكون عندي نعوض مكان هذه الكمية هذه الكميتين هذه، فصار عندي تكاملين باعتبار عندي علامة ناقص، فراح يكون عندي كميتين داخل تكامل، ممكن نفصل هذا التكامل، يعني هذه الكمية داخل تكامل وهذه الكمية داخل تكامل راح تكون، فراح يكون عندي التكامل هذا يتحول إلى الصيغة الآتية: الشغل المنجز يساوي لي نصف تكامل حجمي دايفرجنس سكيلر في فكتر تغير الحجم ناقص نصف تكامل حجمي الفكتر اللي هو كثافة الفيض الكهربائي مضروب ضرب نقطي في الانحدار الدالة في انحدار الجهد وتغير الحجم. إذا أخذنا نظرية دايفرجنس اللي أخذناها بالفصل الأول بالفصل الدراسي الأول، نظرية دايفرجنس اللي هي تنص على الآتي: أنه التكامل السطحي المغلق لكثافة الفيض الكهربائي مضروب في تغير المساحة، تكامل سطحي مغلق لكثافة الفيض الكهربائي مضروب في تغير مساحة السطح المغلق يساوي لي التكامل الحجمي لتباعد كثافة الفيض الكهربائي اللي هو دايفرجنس دي مضروب في التغير الحجمي. هذه المعادلة أخذناها بنظرية التباعد اللي أخذناها بالفصل الدراسي الأول. إذا طبقنا هذه عوضنا بمكان هذه الكمية اللي هي الأولى، مكان هذه الكمية الأولى اللي هذه راح تماثل لي هذه الكمية، راح تماثل لي هذه الكمية اللي هي بدل الدي الدي في في دي هنا الدي الجهد في الكثافة الفيض الكهربائي راح أعوض عنها، فراح أعوض بمكان هذه الكمية بالمعادلة، يعني مكان هذا التكامل الحجمي راح أعوض مكانه تكامل سطحي مغلق، فراح يكون عندي بدل هذا التكامل راح يكون عندي تكامل السطح المغلق، فهنا راح يصير عندي الجهد مضروب في كثافة الفيض ضرب نقطي لتغير المساحة ناقص نصف هذا نفس التكامل ينزل، فصارت عندي معادلة جديدة اللي هي الشغل يساوي نصف تكامل سطح مغلق الجهد في كثافة الفيض في تغير الحجم وناقص تكامل حجمي لكثافة الفيض الكهربائي مضروب في انحدار الدالة V اللي هو دل V اللي هو مأخوذ للتغير الحجمي أو مضروب للتغير الحجمي. أخذنا إحنا إذا حسبنا الجهد الكهربائي لشحنة نقطية، هذه الجهد الكهربائي للشحنة النقطية يتناسب عكسيا مع المسافة، بينما عندنا كثافة الفيض الكهربائي لشحنة نقطية تتناسب عكسيا مع مربع المسافة وهذا أخذناها بالفصل الدراسي الأول وأخذناها في بداية الفصل الدراسي الثاني. إذا كان عندنا دايبول ثنائي القطب، هنا
أخذناها بالمحاضرة اللي مضت وأخذناها بداية المحاضرة بالتذكير، أدنى الجهد الكهربائي للثنائي القطب يتناسب عكسياً مع مربع المسافة، وأدنى باعتبار كثافة الفيض الكهربائي تساوي لي أبسلون نوت في الجهد الكهربائي، وعندنا الجهد الكهربائي المجال الكهربائي كثافة الفيض الكهربائي تساوي لي أبسلون نوت مضروبة في المجال الكهربائي، فباعتبار عندنا المجال الكهربائي يتناسب عكسياً لثنائي القطب يتناسب عكسياً مع مكعب المسافة، إذن عندنا كثافة الفيض الكهربائي تتناسب عكسياً مع مكعب المسافة. هنا راح تكون عندنا هذه الكمية بالتكامل الأول. التكامل الأول راح تتناسب عكسياً باعتبار عندنا هذا الدي يتناسب عكسياً مع مكعب المسافة، بينما هذه الدي اس تتغير R تربيع، يعني باعتبار عندنا المسافة تربيع، باعتبار هذه عندنا مساحة فهي عندنا المسافة تربيع، فهنا عندنا دي اس تتغير مع R تربيع، بينما هذه تتناسب عكسياً مع R تكعيب. إذن هذه الكمية راح تصير جدا كبيرة وهذه الكمية راح تكون جدا صغيرة، فإذا هذه تتجه إلى الصفر، فعندنا صفر في كمية راح يكون صفر، تكامل كمية صفر، فهذا كل التكامل راح ينتهي إلى الصفر، فيبقى عندنا التكامل فقط هذا الثاني اللي هو بالجانب الأيمن، راح يكون عندي الشغل المنجز يساوي لي ناقص نصف تكامل، يعني راح تكون عندي هذه الكمية، هذه راح تكون فقط هذا الحد الثاني بالجانب الأيمن راح يبقى، فراح يكون عندي نصف ناقص نصف تكامل حجمي كثافة الفيض الكهربائي مضروب ضرب نقطي في gradient V ومضروب في تغير الحجم. وبما أنه عندنا المجال الكهربائي يساوي لي ناقص gradient V اللي هو ناقص انحدار الدالة V، فراح يكون عندي نعوض مكان هذه الكمية بمكان هذه الكمية، هذه اللي gradient V نعوض مكانها E، وعندنا هذه الإشارة ناقص وتضرب في هذه الإشارة ناقص، فراح يكون موجب، وتبقى عندي هذه الكميتين اللي هي كثافة الفيض الكهربائي مضروبة في المجال الكهربائي. يعني التكامل هذه الكمية تحولت إلى شكل آخر باعتبار المجال الكهربائي يساوي ناقص gradient V. هنا بما أنه عندنا D تساوي لي epsilon not E، فإذا نعوض مكان ال D هذه ب epsilon not E، فراح يكون عندي epsilon not وهذه ال E تنظر في هذه ال E، فراح يكون عندي E تربيع، يعني الجهد هذا لمكان كثافة الفيض الكهربائي، هذا الجهد المجال الكهربائي في هذا المجال الكهربائي يكون عندي المجال الكهربائي تربيع في تغير الحجم. هذه إذا أخذناها بالصيغة التكاملية، إذا أخذناها بالصيغة التفاضلية راح تكون عندي هذه، يعني تغير الشغل نسبة إلى تغير الحجم يساوي لنصف دي اللي هو كثافة الفيض الكهربائي مضروب فيه المجال الكهربائي، ويساوي نصف أبسلون نوت إي تربيع باعتبار هذه الأبسلون نوت في الإي، فراح يصير عندي أبسلون نوت إي تربيع، ويساوي لي حسب هذه باعتبار عندنا الإي تساوي لي دي على أبسلون، فراح يكون عندي دي تربيع على 2 أبسلون. فراح يكون عندي هذه الشغل المنجز، هذا راح يكون عندي الشغل المنجز في تغير الحجم، يعني تكامل الشغل المنجز في تغير الحجم.